رأيك ايه في التغييرات اللي حصلت الشوط الثاني؟ انا شايف ان هي تغييرات يعني منطقيه. مروان حمدي، مروان انت بص، عشان اقيم كروش في تغييراته واقيمه فنيا، انا دايما هبقى سلبي جدا معاه، فانا مش عايز يعني مش عايز ابقى دايما، لكن هو مجمعها قوي. ما انا مفيش، ما انا بقول لك انت عارف بقول لك ايه، احنا لازم نعمل حلقه بقى صح. وان شاء الله منتخب مصر ياخد بطوله افريقيا ان شاء الله ان شاء الله يا رب والله العظيم، وجبنا انا وهو بقى تاني. انا اكيد هيبقى فرحان يعني، هيزعل هيبقى فرحان جدا. احنا يا رب نطلع كلنا غلط وكروش ده، بقول لك ايه، منتخب مصر يكسب كاس افريقيا هتلاقي اول واحد جاي يقول لك كروش ده اعظم مدرب في العالم. عمري مش، لا لا انت لو كسبنا كاس العالم، لا لا لا، بعد مصطفى محمد لما شفته جناح انا خلاص، في حاجات كده يعني، في حاجات كده ما ينفعش. انت عندك الاهلي بتكسب كل البطولات والناس بينتقدوا موسيماني فنيا، انت متخيل بقى اللي احنا فيه. فانت عندك جمهور الاهلي، جمهور عريض قوي، عايزين نشوف الاهلي بيلعب، بيقول لك لا احنا عايزين الاهلي يا جماعه، ده احنا البطولات كلها واخدينها، يقول لك لا بس في مشكله. انت متخيل؟ فهنا لا كده ولا كده يعني. هو لو فرجل انت رايك ايه في موسيماني اصلا بسرعه كده يعني؟ موسيماني مدرب محظوظ جدا، مدرب بيعرف ياخد بطولات، ودي في حد ذاتها كافيه جدا 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 لانديه عايزه بطولات بس. بس شايفه محظوظ، لكن على المستوى الفني لا، الاهلي عنده اكتر من كده فنيا، لكن على المستوى البطولات ما تقدرش تتكلم، لازم تديله تعظيم سلام. دي المفارقات بقى اللي في الكوره. لكن لا يعني انت، لا يعني انت لو صاحب قرار في اداره النادي الاهلي مش تجدد لموسيماني ولا اجدد له؟ طبعا تجدد طبعا عشان البطولات طبعا. وانت قلت محظوظ، ابقى انا انسان ظالم لو انا مشيته. طب انت بتقول محظوظ صح؟ طبعا مش مشكله. طب لو انا دلوقتي انا نادي تارجتي بطوله، خلي بالك، بس انت لو جددت له والحظ خلفك؟ لا انا انا لو مشيته دلوقتي يبقى انا انسان ظالم، الراجل جايب لي كل البطولات. يبقى انا ايه اللي ما يخلينيش اجدد له؟ التقييم الفني، يبقى انا ايوه التقييم الفني بيجيب لك بطوله. التقييم الفني انت بتوصل، انت بتعمل كل حاجه فنيه ليه؟ عشان تجيب بطوله. هو الراجل ما بيجيبش بطوله ويسيب بطوله، الراجل داخل في البطولات جايب 90% منها او اكتر كمان. فما ينفعش ان انا اقول لا انا همشيه، لا انا لازم اديله الفرصه كامله لغايه لما يقول خلاص يا جماعه انا كده شكرا. خلاص يبقى انا حتى كمان عندي عذر، والناس تقول لك لا خلاص ده انا مشيت. يعني انا ممكن امشيه ولا اجيب بطولات ولا يبقى عندي اداء فني، يعني او عندي اداء فني ما عنديش بطولات. ان شاء الله لو كيروش خد كاس الامم الافريقيه ووصلنا كاس العالم انت تمام يكمل معانا صح؟ ابدا. طب ازاي يعني؟ ابدا. اقول لك ازاي؟ نفسك اقول لك ازاي؟ طب استاذ اديني فرصه جاوب، اديني فرصه جاوب. انت خطفته ازاي؟ طب اديني فرصه جاوب. انت قلت نص السؤال وزعتني. لا احنا بنهزر شويه وهنسمع. لا لا، لان احنا عمرنا ما هناخد كاس الامم مع كروش. ليه؟ استحاله بالمنظر ده بالاداء ده، استحاله. انا اراهنك على اللي انت عايزه. انا يعني انا انت اضطريتني ان انا اقول كده، لكن انا دايما بتفائل بواحد في المليون. خليني متفائل، لكن لو طالما انت اضطريتني ان انا اقول كده فلا. طيب الواحد صعب. في المليون دوت خدنا كاس الامم الافريقيه ووصلنا كاس العالم. لا استحاله. لا في حاجات كده في المنطق. انت قلت واحد في المليون، يعني واحد في المليون مش استحاله يعني، لسه في امل يعني صح؟ بس يا كريم في واحد في حاجات كده في المنطق ما تحصلش يعني. هو راجل محظوظ برضه. انت بتبقى شايف المركب ماشيه كويس ومعكش مواتير خلاص ومعاك مقدافين، انت بتروح رامي مقداف منهم، انت بتصعب الدنيا على نفسك. فسيب المركب تمشي يعني، بلاش تدخل تدخلات فنيه ان انا اغطس واحد بيغرق يعني، اخد بايده اسيبه يعوم. تمام. فالدنيا لازم ناخدها بسهوله جدا عشان نوصل لمكان تليق بينا احنا كفريق منتخب ان شاء الله. يكسب كاس الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله. يا رب والله. نيجي حلقه نوصل كاس العالم، نوصل كاس العالم ونقعد كروش كمان 3-4 سنين معانا ان شاء الله.